وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتك بالدنيا. اليوم حلقتنا عن الحجر المنزلي يلي كان له تأثير إيجابي كبير بمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن بالإضافة لتأثيره على الناحية النفسية كان له تأثير كبير على الجسم وخاصة بزيادة الوزن. يعني القعدة بالبيت لفترة طويلة مع نشاط بدني محدود، وطبعاً أغلب ستات البيوت انشغلوا بالتفنن بأصناف الطعام والحلويات، هي كلها عوامل أساسية مباشرة بزيادة الوزن الملحوظة يلي صارت بفترة الحجر المنزلي. طيب شو هي علاقة الحجر بزيادة الوزن؟ وشو هو الأثر النفسي الناتج عن الزيادة بالوزن؟ والأهم كيف ممكن نتعامل مع هيك وضع مفروض علينا؟ تابعونا بحلقة اليوم اللي رح نجاوبكم فيها عن كل هي التساؤلات. بالبداية مشاهدينا خلينا نتعرف سوا شو هو فرط الوزن أو البدانة. فرط الوزن والبدانة ببساطة هن تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون بيمثل خطر على الصحة، لكن كيف منعرف لأي مستوى من زيادة الوزن وصلنا؟ وهل ما زلنا ضمن الحدود المقبولة للزيادة المفرطة أو البدانة أو جاوزناها؟ ببساطة لحتى نعرف هالشي يوجد ما يسمى بالبي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم، وهو مؤشر بسيط لتصنيف الوزن الزائد والبدانة لدى البالغ، وبيعني الوزن بالكيلوغرام مقسوم على مربع الطول بالأمتار، يعني الكيلوغرام على المتر مربع. بعد هالعملية الحسابية البسيطة حينتج رقم حنقارنه مع جدول القيم المرجعية لمعرفة وضعنا. فبالنسبة للبالغين تحدد منظمة الصحة العالمية معايير تحديد فرط الوزن والبدانة على النحو التالي: فرط الوزن هو أن يكون مؤشر كتلة الجسم أكبر أو يساوي من 25، والبدانة هي أنه يكون مؤشر كتلة الجسم أكبر أو يساوي 30. فينا نقول مؤشر كتلة الجسم مفيد لتحديد فرط الوزن والبدانة، لكن يجب اعتباره كمان دليل تقريبي لأنه ممكن ما يتوافق مع نفس نسبة الدهون بالجسم لدى كتير من الأفراد. فبالنسبة للي بيسألوا عن أسباب زيادة الوزن وعلاقتها بالحجر المنزلي، فبشكل عام يعتبر السبب الأساسي للبدانة وفرط الوزن هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية المستهلكة والسعرات الحرارية المصروفة، وهذا الشيء بيصير من خلال أولاً زيادة تناول الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، كما في الحلويات والوجبات الرئيسية الدسمة، وهالشيء ازداد بفترة الحجر الصحي اللي صار في المطبخ هو الملجأ الأول للسيدات لملأ وقت الفراغ الكبير يلي أثر على كافة أفراد الأسرة بزيادة عدد وجبات الطعام كنوع من التسلية لحتى نعبي الوقت. يضاف أكيد قلة النشاط البدني بسبب الجلوس لفترة طويلة دون ممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط بدني، فغالباً اقتصرت الأنشطة المنزلية على مشاهدة التلفاز وتصفح الجوال أو مجالسة الأطفال. أما بخصوص الأثر النفسي لزيادة الوزن نتيجة الحجر المنزلي، كشفت دراسة مؤخراً عن وجود صلة بين التعرض للتوتر بشكل متكرر وزيادة الوزن، وبيعود سبب هذا الشيء لإفراز الكورتيزول بالجسم عند التوتر مما يؤدي إلى فرط الوزن أو البدانة، ويمكن للبعض أنه تزيد شراهتهم للطعام كردة فعل اتجاه الضغط النفسي، وهو أحد أشكال التكيف مع التوتر والقلق. مع العلم أنه زيادة الوزن بحد ذاته ممكن تشكل عامل ضغط نفسي عند البعض. أما هلأ شو هي العواقب الصحية الشائعة لفرط الوزن والبدانة؟ بالحقيقة يعتبر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والاضطرابات العضلية الهيكلية، خاصة هشاشة العظام وتنكس المفاصل، وكمان بعض أنواع السرطان مثل سرطان بطانة الرحم والثدي والمبيض والبروستات والكبد والمرارة والكلى والقولون. بيرتبط فرط الوزن والبدانة بأرقام وفيات حول العالم أكبر من أعداد الوفيات المرتبطة بنقص الوزن وسوء التغذية. وصلت البدانة لمستويات وبائية على مستوى العالم، حيث يموت ما لا يقل عن 2.8 مليون شخص كل عام نتيجة فرط الوزن أو البدانة، وهي فعلياً ما لا مشكلة جديدة. بين عام 1975 و2016 تضاعفت انتشار البدانة بالعالم 3 مرات تقريباً، وبالعام الماضي كان 38 مليون طفل دون سن الخامسة بيعانوا من فرط الوزن أو البدانة.
وصلنا لفقرة رشيدة وفيها رح نعرف كيف فينا نقلل الوزن الزائد والبدانة. ببساطة على المستوى الفردي، القاعدة باختصار قلل حريرات كتر حركة. يعني ممكن للأشخاص الحد من تناول الطاقة من إجمالي الدهون والسكريات، فوفقاً لدراسة أجريت عام 2016 بيرتبط استهلاك الأطعمة المصنعة والمعالجة جداً بزيادة خطر الإصابة بالبدانة، حيث بتحوي على نسب عالية من الدهون والملح والسكر. هذا الشيء بيشجع على الأفراط بتناول الطعام. من الخطوات كمان نتناول المزيد من الفواكه والخضروات ومصادر الألياف بما يعادل 5-9 حصص باليوم للبالغين. ومن المهم إعداد ميزانية للطعام، لأنه لما بيكون عندك خطة شراء بيكون من السهل الحصول على الأطعمة الصحية وتجنب إغراءات الأطعمة غير الصحية. بالإضافة لطريقة إعداد الوجبات الصحية مثل اعتماد السلق أو الشوي بالفرن كبديل عن القلي. وما لازم ننسى زيادة النشاط البدني المنتظم على الأقل 20 دقيقة من المشي يومياً. وبالأخير، ما ممكن تكون للمسؤولية الفردية تأثيرها الكامل إلا لما بيتمكن الناس من الوصول لنمط حياة صحي. لهيك بالبداية خلي عائلتك تشترك بالرحلة معك ليشجعوك على اتباع نمط حياة صحي. وما بننسى أنه للبيئات والمجتمعات دور داعم بتوجيه خيارات الناس من خلال تسهيل خيارات الأطعمة الصحية والأنشطة البدنية المنتظمة، وبالتالي الوقاية من فرط الوزن والبدانة. خلصت حلقتنا، بس نحن لسه مكملين بسلسلة حلقات التوعية من فيروس كورونا. انطرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. بأمان الله.